كيف تتعامل مع مرتك؟ بكل احترام. حب؟ لا. كيف؟ يعني بمثل عليها دور المحب، بس من جوا من جوا بيضاء، ما بيكون عندي أي مشاعر حقيقية. وائل، أنت كيف قدران تمثل كل هالوقت؟ مضطر. طيب ولأيمتى بدك تضل عم تمثل؟ لحتى توافقي تزوجيني. أكيد عم تمزح. لا، ما عم أمزح. وإذا تزوجتك بتطلق مرتك؟ إيه، طلق. وهي شو ذنبها تدفع ثمن غلطك أنت؟ ليش أنتِ تقبلي تتزوجيني وأنا بهالوضع؟ يعني وأنا مزوج؟ ليش مين قال لك إنه أنا رح أرضى أتزوجك؟ سواء طلقت أو ضليت معه. دخليك؟ عرفتي لي هديك اليوم ليش إجت بيداء زعلانة؟ لا والله يا مرت عمي ما بدي أروح أحكي. قلتك بيكون صاير معها شيء. يا مرت عمي شو بتكون صاير معها؟ ليك عم تضحك مع أحلاها؟ يا بنتي والله عم شوف الحزن بعيونها. يا بنت تراها قاعدة بأوضتها وشاردة وحزينة. والله يا مرت عمي ما بعرف شو بدي أقول لك. أهلين مامي. شامة ريحة مؤامرة. شو كنتوا عم تحكوا لحتى سكتوا وقتها شفتوني؟ يعني عن شو بدنا نحكي؟ عن الطبخ. مانك شايف الإنجازات يعني؟ بلا شايفتن. منيح لأنه أنا ميتة من جوعي. قد ايه لسه بده الاكل؟ يلا حبيبتي كلها نص ساعة وبيكون الاكل جاهز، بس لبين ما يصل ابوكي واخوكي. طيب ماشي، معناها انا فايتة فيقتها لألعب معها شوي. اوكي. بيداء، بيداء انا بحبك فهميني. ليش ما عم تفهميني؟ انا مستحيل انه انسى ولا يوم من ايامنا الحلوة القديمة. وقتها إذا بتذكري الغلط ما كان غلطي أبدا. أنت وقتها وقفتي مع أهلك وتركتيني. يعني شو كان بدك مني؟ روح خطيفة مثلا؟ إيه؟ ليش لا؟ وين كنت بدك تسكني؟ كيف كان بدك تعيشني؟ من مقال رياضي بتكتبه مرة بالأسبوع بتاخذ عليه 1000 ليرة؟ كنت عايشتك مع أهلي بيضاء. لك مجنون أنت مجنون؟ كيف كان بدك يعني عيش انا وابوك وامك واخواتك اثنين ببيت بالمخالفات؟ شبك؟ والله اللي بيحب لازم يضحي ويقدم تنازلات، وانت كنت بتعرفي وضعي من الاول منيح وبتعرفي امكانياتي بيدا. ليش حبيتيني؟ ليش خليتيني اتعلق فيك؟ لاني حبيته. كنت عايشه مع اهلي لا ناقص علي بيت ولا سياره. ما كنت بعرف انه الحياه رح تكون صعبه. كنت فكر باللحظه الحلوه اللي بيني وبينه، مو كيف بدنا ناكل او كيف بدنا نشرب وين بدنا نعيش. بعدين انا كنت متوقع اهلي يساعدونا. ابدا ما فكرت انهم يرفضوا لهيك سبب، وخاصه انه بيعرفوا انه سعادتي مع هذا الانسان. طيب قل لك شيء. قولي. خلص لا عاد تستقبلي تليفوناته ولا تدقي له ولا تشوفيه. اساسا هاللقاءات كلها غلط كانت من البدايه. ما قدرت، كنت مشتاقت له كثير. يعني معلش سؤال، اخرت هاللقاءات لوين بدها توديكم؟ حبيبتي طريقكم مسدود مسكر ما في امل. يعني وقت كان عزابي اهلك ما قبلوا فيه، هلا بدك اياهم يقبلوا فيه؟ معك حق. خلص رح حاول ما بقى رد عليه. مو تحاولي، عن جد خلص. يلا حبيباتي قوموا غسلوا، هلا بيجي بابا. يلا يلا يا عمري. يلا مرحبا. اهلين حبيبي، شبك صاير معك شي؟ لا لا ما في شي. لا كأنك متضايق. ماني متضايق حبيبي. مبلا باين عليك انك مزعوج ومتضايق.
يا الله ميس، ماني متضايق خلص. طيب يلا روح غسل وتعكول يلا بسرعة. ماني جوعان مالي نفس. يلا ماما يلا يلا تعالوا. بابا بده ياكل معنا. يا عمري انت، لا ما بدي ياكل معنا، ماني جوعان. بابا دائما بياكل معنا. يا حبيبي يلا كلوا انتوا وبعد شوي هو بياكل. بيضاء ردي إذا بتريدي، مشتاق أسمع صوتك. يا ترى شو صاير مع وائل لحتى زعلان هيك؟ هي أول مرة ما بيقعد معنا على الغدا، أكيد صاير معه شي كبير. بس شو هو؟ كلي ماما كلي. تفضل. هاي هاي. شو عم بتساوي؟ ولا شيء، عم رتب الكتب تبعي شوي. لك شو قصتك؟ عم ضلي قاعدة لحالك كأنك ما اجيتي من مصر، والله عم نشتاقك. ما بعرف، يمكن تعودت اني ضل لحالي. إيه لا ما بصير هذا الحكي، ما المفروض تتعودي على هيك قصص. انت لازم تطلعي وتفوتي وتعيشي حياتك بشكل طبيعي. بعدين شو؟ ناوي تضلي عزابي؟ ما بدك تتجوزي؟ اتزوج؟ ايه طبعا ليش لا؟ لك يا بيضاء، بدك تقضي حياتك بين جلدات هالكتب؟ خلص قريتي بما فيه الكفايه، وصار لازم توصفي اللي قريتي هيك بالحياه العمليه. ما بتوقع رح اتزوج. اوف، وليش لا؟ هيك احساس. هلا بتحكي هيك، بكره بس تروحي على الجامعه وتداومي الا ما تلتقي هيك بشي شاب ظريف وحليوه تحبيه وتتجوزه. شاب؟ شاب مين والناس نايمين؟ حبيبتي محل ما انا رايحه كلهم متجوز وعنده اولاد، يعني اكيد ما حدا قاعد عم يستناني. ايه مو بالضروره، الا ما يطلع شي حدا اعزب. لا بالضروره. طيب يا ستي، مو بالضروره يكون نصيبك من الجامعه، هي عندك قرايبين ورفقات كثير وبكره بتصيري بتطلعي مشاوير وحفلات واعياد ميلاد، يعني الا ما توقع عينك على شي شب مناسب. ان شاء الله. صحيح، على سيره الطلعه والفوته، وجاي على بالك تتفتلي بالشام؟ بدك هالصراحة والله أنا كثير ضايق خلقي، جاي على بالي هيك يعني انزل شم هوا الشام. يا الله شو حلو هالحكي، هلا بنزل نقعد بشي كافيتيريا وبتغيري جو. لا مو جاي على بالي روح على كافيتيريا، جاي على بالي انزل على المول. ايه كمان بصير. بتعرفي شو؟ رح روح على الحمام تعالى واقنع الضل مع ستة وانت جهزي حالك. وافقت حبيت. حكم الهوى وشرت غيمت الشريف حكم.